ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام شيماء، أكي عامل أخي بخير؟ الله يبارك فيك. أخي أنا الحالة دي وأنا كنت أصلا مكيبغيش يشبر لي الخط. وهذه فرصة سمعناك، نعم، هذه فرصة نسمعوك. شكرا. أنا حصل لي شرف أخي نهضر معك. مرحبا لله شيماء. أخي أنا عندي مشكل مع يمه. شحال عمرك دابا انت يا شيماء؟ عندي 20 عام. 20 عام. شو كديري في حياتك؟ جالسة في ما الدار نعم تديري والو؟ لا خي، ما كنعمل والو. انا عندي المشكل مع يما، عدت لي الراجل ديالي. انت تجوجتي؟ جوز ايوه ادي 6 سنين ديال الزواج. جوجي على 14 عام انت؟ لا، جوج 15 عام. اه عبيت الراجل كان عنده 43 عام. ديتي راجل كانت عنده 43 عام. أيه، 43 عام عنده، وأنا كانت عندي 15، ايه حول ولا وعندي قوة دابا الا بنيته عنده 4 سنين ودابا حاملة. ايه. ودابا الوالدة ديالي يعني حاملة مع داك الراجل اللي مزوجة بيه أنا. كيفاش؟ كنت ما سمعتي؟ لا عاوديها ليا، ما بغيت نعاود نسمعها لان ما استوعبتهاش مزيان. انا كنت كنتمنى ما يشبر لي الخط الحاله دي باش نعاود لكم هذا الشيء، لانه كيألمني بزاف في قلبي الداخل. قمر كتير من نعاود هذا الشيء. كيفاش عاودي لي هذه اللي قلتي لي؟ الله يعطيك الخير. ما يما حامله من الراجل ديالي، لا حول ولا قوة الا، استغفر الله دابا انا العلي العظيم. جبت تسكن معايا وداك الشيء، اها ما سحبنيش ما تعمل فيا بحال هذا الشيء. على غير هي؟ نعم، على غير هي زعما؟ ما فهمتكش. زعما على غير هي اللي عملت فيك هادشي؟ هي ورجلي لا حول ووالدي. ولا قوة. وباك فين هو؟ متوفي، أباك توفى؟ خلاني كنت صغيرة، خلاني عندي عام. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. أمك حملت من؟ هي حملت منه، وهما يعني هو وهي جوج بهم قالوا لي خرجي، يعني بس خرجي. انا دي شي شهر دي باش خرج من الدار. لا حول. وفين راكي دابا انت يا؟ نعم، فين راكي دابا انت؟ راني عند واحد خالتي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا ودي هذه وحدة أخرى عاوتاني. فهمتني يا اخي مصطفى؟ سمعتك يا أختي يا شيماء. انا إيوا شي عمري ما عملت شي واحد، قلت لك ديما كنتصل ما كيبغيش من يشبر. تجوجت، واش هي اللي اختارت لك الراجل؟ لا ماشي هي، كان شافني كنت كنقرا في كوليج، ايوه كنت كندوز مقدمة ومبغيتش نعبيها انا في الاول، يعني جاني هذا. وبالتالي قلت لها كانت كتبقى فيا، يعني انا هي كتمشي تخدم، يعني الظروف ديالنا صعيبة، كتمشي تخدم عليا وداك الشيء، ايوه كانت كتبقى فيا. قلت الله، يعني هو ما يصبر عليه الله. قلت اللهم يعني استغاثي نعبيه، يعني فهمتي، تحسن شوية الحالة ديالها حتى هي نيت، ونجيبها تسكن معايا، ما خليهاش لي معذبة هكاك. فهمتي يا خي مصطفى؟ فهمت يا اخت. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني وعبيت داك الراجل لأنه كيسكن حدا واحد خالتي، كان كيشوفني تما باش كنت كنمشي عند خالتي، داكشي عبيتو. وزعما كان كيتعامل معايا مزيان. تسمعني يا اخي مصطفى؟ كنسمعك اختي والله، الا كنسمعك. اسمح لي، فيه متوتره ما كنعرفش، يعني ما كنعرفش شنو كنقول كاع. وهذا الشيء نيت فعلا راه يعني تلفت لي حتى الهضره، تلفت لي قوت، انا توترت بزاف. ايوا جبتيها تسكن معاك. شحال هادي فتي جبتيها تسكن معاك؟ فاش تجوزت قلت تسكن معايا، يعني شرطت على الراجل، قلت له انا ما يمكنش انا يما تسكن معايا وما نخليهاش بوحدها. ايوا في يعني الاول كنت رفض ولا ما بغاش ولا كانت عنده حبد الفكرة من الاول ولا شنو؟ يعني بغا، قال لي عادي ماشي مشكل. ايوا انا قلت له انا شرطت عليه في الاول، قال لي شنو هما الشروط ديالك؟ قلت له انا يما ما شحال عند تقدريش، امك دابا في عمرها؟ عندها 40 عام. لا حول ولا قوة. ايوا المهم قلت له انا غادي تجي تسكن معايا، ما يمكنش غادي نخليها يعني مكرفه هكاك وديرو. قلت له عارف احنا ما بحالناش داكشي. قال لي لا ماشي مشكل، تجي تسكن معاك، بحال تولي ما تبقيش بوحدك فاش كنمشي خدامه داكشي. صافي، جبتها تسكن معايا،
عادي، ما عرفتش يعني فاش كنخرج انا كنمشي لشي بلاصه عند خالتي ولا بحال هكا شي حاجه، ما عرفت كتكون بيناتهم هما شي حاجه، وما عمري حسيت انا بشي حاجه، فهمتيني اخي؟ يعني عمري ما حسيت انا بشي حاجه هكا، يعني تلين تل واحد اه تلين واحد النهار يعني حصلتوني شام، يعني نيشان. علقت قبيحة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهمتي، قلت لهم انا غادا عند خالتي داكشي بقى بجنون، ورجعت نسيت شي حاجة في الدار ورجعت للدار، اها يعني ولقيتيهم؟ كنت كنقول يا هادي راه بحال الوالدة ديالو، راه ما يقدرش زعما، واخا هو راه يعني فهمتي يعني مقاربين في العمر وداكشي، كنت كنقول لها راه ما كيحترم، كنت كعيط لخالتي ايوه يعني، حتى هي مؤخرا بحال هذا فاش كنمشي انا نخرج نشري شي حاجه ليا وداكشي، كتقول لي انا شري لي بحال، كنقول لها لا يما انت كبرتي على هاتي ما تلبسيش بحال هاتي، كتقول لي لا انا بغيت بحال داكشي، داك الكيطمون في الدار وداكشي، كتقول لها انا بغيت بحال هادوك، فهمتي يا اخي؟ ايه فهمت اختي يا شيماء. لا حول ولا قوة الا بالله. ايوه لا صباح ما فاش حصلتهم قالت لي انا راني حامله، حاملة منه. يعجبك الحال جلسي ما ما عجبكش عجبكش الحال الحال سيري خرجي. باب وسع من كتافك، وفاش قلت له انت شنو باب شنو وسع من كتافك نيت. ايه يعني يلا داري ولا، قلت يلا له انت شنو كتقول في هذا الشيء، لا قال لي انا ماشي. كنبغيها، لا حول ولا قوة إلا بالله قلت له العلي العظيم. بنتك وهذا الطفل هذا اللي في كرشي ولدك شنو، قال لي هادشي اللي عطا الله عندي ما نعمل، فهمتي، قال انا ولادي انا نقد فيهم وغادي نصرف عليهم، عرفتي اخي، انا ما عرفتش دابا شنو غنمشي نعمل، ما عرفتش والله حتى تلفت، قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني البنت وهادشي في مكتوب اخبار خالتك؟ اه، يعني دابا كل شيء في اخبار العائله، كل شيء تقريبا في لا اخبارها حول ولا قوة غير إلا بالله العائله، لا إله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وما درتي حتى إجراء؟ ما مشيتي؟ شنو غادي ندير بحال هاد الاجراء، لا حول ولا قوة. ما عندي ما ندير، واخا نبغي شي حاجه نديرها ما عندي، ما عندي ما ندير، يعني ولا بغيت يتزوج بها صافي، قلت لها غادي نطلقك انت وغادي ديها هي شنو، هادشي قالوا لك؟ ايه يلا عندي ماشي نطلقك وتجي تنتي تسكني معاهم؟ لا حول لا ولا ما قوة. تكونش انا معاهم، مقدرش انا مقدرش نتحمل انا داكشي، لا قال لي حول ندير ولا قوة لك إلا دارك بوحدك وصرف على، قلت له ما تصرف عليا ما نصرف عليك، انا عطاني غير براسي ما نعرفش نشوف كلام، لا هي مازال، وهاد الدراري يعني نكرهم نحسبهم بحال ماشي ولادك، لا حول. شحال دابا عندك الجوج؟ عندي بنيته عندها 4 سنين ودابا حاملة عندي 9 شهور، حاملة انتي وامك؟ ايه لا حول. امك شحال قلت لك شحال هي في شهرها؟ عندها 4 شهور، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انا باش قلت لي ما تسيقتش في الاول، حنا غير كتكذب عليا، ولكن في التالي تسيقت، شنو اللي خلاك تيقي؟ عندها الوراق ديال الطبيب انها حاملة، لا حول ولا قوة انا الا كنت كنقول لا صافي يعني مبقاتش انا غادي تمكن انا تولاد ولا شي حاجة، ولكن في التالي قلت صافي، ما عرفتيش شنو ماشي نعمل اخي مصطفى، يعني هادي راه ما نقول لك يعني مصيبة، يعني فقت فيها وجبت سكنت معايا انا بقات فيا ماشي، وكان صحابني في الاول وانا دخلها شي توتر، حتى هي ما كانش فيها هادشي زعما في الاول مرة مزيانة وداكشي، ما عرفتش كيفاش تقلبت هكا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني تتصدى الدرجة انا تعبي الراجل البنتها وقالتلي قاصحة، استغفر الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله قلت العلي. لها انا قلت له كنت بغيتي تزوجي كنت تزوجتي عبيتي شي راجل اخر، كاين يديك شي راجل مثلا ميت له المرأة ولا شي حاجة، شي راجل كبير ولا شي حاجة، وما ديريش هذا شو، قلت لي انا انضغي، قلت لي هكا نيسان كان بغيه ايه، هاي وما عرفتش يعني تا هو بحال تا هو باغيها، تا هو قال لك تا هو قال لي ما حول ولا قوة.
ما عرفتش ما غادي ندير لهم يعني.